عندك شيء اللي اطلع. من اللي كان يعني سيء يعني في الشوط الثاني حتى نغيره يعني؟ لأنه الرؤية ديالتي أنا لأنه اللاعبين كانوا ماشيين بشكل صحيح وأنه ضغطنا ورجعنا في النتيجة، لكن التوقيت يعني هذا الهدف الثاني القطري هو اللي شي شوية صعب بعد المأمورية، وجاء بعده مباشرة يعني ضربة الجزاء يعني الثالثة. أنا تكلمت وأنتم عارفين، وأنت عارف أدرى من هذا الشيء، أنت أدرى وأنتم يعني خاصة يعني الصحافة الأردنية أنتم أدرى أنه نذكرك فقط يعني بعض الأشياء، ما بين أظن الدورة الرباعية والمباريات اللي لعبناها أمام أقصائيات يعني المونديال السعودية وطاجيكستان، الدوري توقف إضراب جماعي، هذا يساعد المنتخب، هذا يساعد في جاهزية اللاعبين. أنا كنتبع كل صغير وكبير على اللاعبين مع الأسف، أنا ما كنبغيش نتكلم شوية كثير على اللاعبين، المفروض أنتم اللي تتكلموا عليهم. أنا المفروض هنايا الدور ديالي هو أني نحمي اللاعبين وأني نشجعهم وأني نشتغل معاهم. هناك لاعبين اللي كانوا موجودين في اللائحة اللي ما لعبوش المباراة الأخيرة مع في البطولة يعني في الدوري مع الأندية ديالتهم. هناك من لعب ولعب شوط ولا 50 دقيقة وكان سيء جدا، هناك ما كان في دكة الاحتياط. وبالتالي أنا تنظن يعني الشروط أو أسباب أو مسببات يعني المستوى الجيد هو الالتزام، وأنا قلتها قبل قليل أنه من الجانب الثاني يجب على الأندية أن تساعد اللاعبين باش توفر يعني الظروف اللي هي جيدة. لما كتكلم أنت عارف على أنه الفيصلي ما تدربوش اللاعبين ديالو 3 أيام، عارفها أنت ولا مش عارفها؟ 5 أيام، هذا لا يساعد المنتخب. كيفاش بغيتي لاعب ما واخدش الرواتب ديالو 5 شهور وغتجي في المنتخب وخاصك تنزلو وتدخل؟ الناس متذمرين. وبالتالي انا تنظن يعني ما جرى في الفتره السابقه تقريبا مده واحد شهرين ونص ولا 3 شهور، فهو اللي ما كيخلينيش انا وما كيشجعنيش انني يعني نغير بالسرعه اللي هي المطلوبه. اضافه الى مباراه البحرين احنا غيرنا 5 لاعبين، كيف كان المستوى؟ لم اكن راضي على المستوى ديال المنتخب البحريني، على ضد المنتخب البحريني. ليش؟ لان قلنا هما 5 ديال التغييرات. اللاعب تعطي الثقه وتعطي الامان للمدرب لما تكون تقدم واحد المستوى في مباراه الوديه وفي مباراه الرسميه لما كتعطي واحد الفرصه، كيبين لك وتلتزم وتحس بها لانه حاب على انه ينافس على المكانه ديالته، وبالتالي هذا كيشجعني انني نغير. انا ما نقدرش نغير 5 ونحط 5 ولا نجيب 6 ونحط 6 مره واحده، لكن هذه قناعتي وقناعتي مع الطاقم التقني على اساس انه اللاعبين اللي تيبداو هما اللي. وطبعا يعني الفريق رجع مع الاسف، مع حسن الحظ انه الفريق رجع، لكن مع الاسف هذاك التوقيت ديال الهدف الثاني هو اللي كان شي شويه قاسي علينا. السيدة الراس عامر تيجبد لك الحلول تيجبد لك زعما النقط ديال النقط المشكل اللي وقع في الماتش وكيفاش خسروا. بيان سور بلا ما يجبد لك لا تحكيم لا حتى حاجه لا والو، عارف اش تيقول. وهضر على نفسيه اللاعبين الاردنيين، سواء في الناس اللي كانوا في الدوري ولا اللي جاوا من الدوري اللي جاوا من بلايص اخرى. المهم السيده عنده ما يقولها، بيان سور هو هادي عارف واش هادي يكمل مع الاردن ولا لا، حيت كثروا عليه الهضره بزاف صراحه. قبل سبعة ايام صافي بغا يزيد فحالو كاع. واختفوا وداير السميه داير كل شيء تشكيله مع لافوكا. ها هو رجع للدار زيد لهاد الجي مورا الازمه. صافي داز الازمه، داز التعطر، رجع للحياه الطبيعيه.
تيضرب لافوكا في مولينكس. عادي تكويكا مرات نفس المرات كوب دافريك دو سوف نحتل المغرب. حشومه تجاوب كاع بحال هذا 2025 العام الجاي قلت انا ما تجيوش مالا رونديفو الجزائريين لما حيديروا حج تم 2025 في جانفي نديو كوب دافريك ونشكروا في بلادكم. انا جايينكم مالا الجزائر كامله راح تجي في جانفي غير فرغوا بلادكم برك باسكو اللي حنحتلوها صح وراح نجيوكم في بلادكم وراح نديو كوب دافريك. مرحبا 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 سير تاتجين قول ان شاء الله قول ان شاء الله بعدا ان شاء الله سير تكمش. واش هذا شاهد من اهلها عزيم الهويه تيموتو بالسم من جهتنا سبب السوشيال ميديا اكتشفوا واحد الحياه ما كانوش تيتخيلوها كاينه في الواقع. مغربيات عندكم اسلوب حياه عندكم نمط معيشي عندك داك الصالون المغربي عندكم السيل هذا حنا كيما نقولوا نتوما مين ديروا هاد الصوالا باغ اكزومبل طيبوا داك الكاطو تاعكم ولا تاكلوا ماكلتكم ولا عندكم ستيل دو دي لايف ستايل كنقول نمط معيشي اللي تعيشوا كامل. حنا غير نلعبوها حنا غير نلعبوها حنا رانا نديروا داك الصوالي غير باش نخلعوا الغاشي مي حنا في ديارنا غير دبازي غير دبازي وغير الحضره والتقطاع ما عندناش حنا اسلوب حياه نتوما تعيشوا نتوما من نيتكم تخدموا دو الصوالح باغ اكزومبل تنسجوا عندنا حنا كاين كيما هكا قوم كيما هكا في الغرب الجزائري كيما هكا تاع الجزائري اون جينيرال كي تقرب له قبيح ويبغي القبيح وما عندهاش هذاك نتوما اسلوب حياه تامنوا به لا دين تامنوا به لا مشي مدين تامنوا به لا طيب وتامنوا به حنا كل شيء خرطي حنا كل شيء شاهد شاهد من اهلها سمعتو عييت ما نقول في شحال من فيديو من قبل كنت تنهضر لكم تنقول لكم ابتر على المشكله ديالكم هي الهويه. ها الا ما كانتش واحد الهويه اما عمرك تزيد له قدام حيت ديك الهويه اللي تخليك تعرف الاهداف ديالك وتعرف راسك فين بغيتي تمشي وفين غادي و الله يسر والله يشافي. انا لا امير قطر وعموته جميل واللقطة أجمل الآن بين أمير دولة قطر وعموتة أطول قاب خاض معاه حتى دوري أبطال آسيا حسين عموتة يود أمير ديال الأردن مساء الخير لكم العافية هارد لك في البداية راح تقبل موضوع انه يعني مبروك ومنتخب وانجاز بطيخ لا مش انجاز انجاز بطولة فقط مستغرب كثير من تصريح عموتة اللي ما هذا الشيء يقول خاصة يرجع الأردن مرة ثانية حط كل شيء على الفيصلي قال وعلى الأندية وعلى تأخر الرواتب حج مالك مالك شو دخل الفيديو اللي شفنا بحرش شفنا قبيلة ها واحد يقول لي مالك اش دخلك اش تبع عقلك كيفاش مالك راه مدرب نتاع المنتخب المنتخب يعني تيهضر على اللعابه الاردنيين كاملين اللعابه اللي غادي ينتخبوا باش يمثلوا المنتخب الاردني هذا هو المدرب اللي قابطو يعني عادي يكون تيدور على الحاله النفسيه والحاله الماديه وكل شيء ديالو هادشي عادي كيفاش مالك فيصلي فيصلي سبب في ان في انجازك اللي انت فيه الان لكل العالم صار يعرفك من وراء المنتخب اللي وصلك للنهائي ها لا لا هذا الاردني هذا مريض معلم هادشي ما خدماش هادشي قال لك المنتخب ديالهم زعما اللعابه اللي وصلوا بموتى النهائي فيصل الان وصلك لا لا يلا المباراه النهائيه خسرت فيها الحق صار على الفيصلي ايش دخل فيصل اتمنى يكون في تصريح من رئيس النادي يطلع يقول لك يا عمي تعال قال اللعيب تاخروا ما اجوا علي صاروا خمس ايام واللعيب ماخذ رواتب مش ماخذ رواتب اي اخوي الماخذين ملايين ما سووا شيء اللي ماخذين ملايين رواتب ما سووا شيء وين تصريحك عن الحكم؟ انت متواطئ انا هذا اللي بفهم انت متواطئ تمام؟
وشفنا الامور في المباراه امبارح. وينك يا اخوي عن الحكم اللي سرق البطوله منا؟ وينك وينك؟ لا تقول لي اللاعب مسلم المباراه او اللاعب، لا اللاعب لما شاف الدنيا قايمه وقاعده والحكم بدهم يعطون المباراه خاوه وبعد الجول الاول اعطاهم ركلتين جزاء، اللاعب بيقدر يرجع بثانيتين زي مباراه العراق، دقيقتين فزنا جبنا جولين. تصريحك كثير كثير نجس وخبيث تصريحك. ها سير صرح يكسى عندها في بلاصتو، هذا بنادم ما تيفهم والو تيهضر، ما يمكنش تنوض انت في وسط سميتو في وسط مؤتمر صحفي من مورا الفينال وكل شيء وتجي بدات تقول لهم على الحكم واللي دار واللي دار، اش هذا العقليه واش هذا؟ عرفتي فبعض المرات تيكون شي واحد ما فاهم والو تيبغي يهضر هو بحال هكا، هذا السيد هذا راه قاعد تيخربق زيد تيكمل بلشت اشك فيك عاد تيزير شك في راسك. فيديو مؤثر قالك بعد صلاة الجمعة أمريكي يدخل الإسلام بمراكش وسط كبيرات المصلين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخس بنادم يعرف أن الحمد لله فاش شي واحد تيسلم وتيدخل الإسلام في الجوامع ولا في شحال من بلاصة دابا تتوقع هي ديجا غير ديك اللقطه بلا ما نهضر على انا بيان سيغ الله يسر الاسلام ان شاء الله يتوكل على الله ويدخل بشويه بشويه اللي قد انه يمشي من الاول يبدا الصلاه يبدا كل شيء راه مزيان اللي ما قدش بشويه بشويه حيت كاين اللي تيكونوا جداد وصعيب عليهم. المهم انا اللقطه اللي بغيت نهضر عليها انه اون فوا فاش تنطق الشهاده هادوك الناس اللي تيجيو تيعنقوك واحد من مورا الاخر كاين اللي في حياته ما عمره ما عنقوه بحال هذاك الكم ديال الناس اللي تيجيو ما تيعرفوه ما تيعرفوه تيعنقوه وتيدعيو معاه. هذيك اللقطه تكون رائعه والله يسر الجامع اللي المسلمين الجداد. ناتي ما شفنا شهاده سامحوني. هذا داك صاحبنا اللي تيشطح على الهنود قالك الفورماطاج الحقيقي هو تلبس القميص المغربي غير ليه الدم. ايوا با يلبسو القميص المغربي. ناشط الخامي صافي بسول فورماطا هو مشى بحال التنمر على الامير خطر اللي تضحكوا عطاونا 10000 درهم وسياره انا هذا الفيديو على دوك الناس اللي كانوا داو كاس افريقيا تاع 1976 واحد السيد منهم قال لك كانوا وعدوهم سياره الى فازوا بكاس افريقيا سياره وشي فلوس قلال داكشي اللي كان ديك الوقيته تاع ظروف 1976 لكن ملي رجعوا للبلاد كلاو فرنسخوم لا ما كلاوش فرنسخوم عطاوهم الفلوس السياره اللي ما جاتش مازال كنسالوها اليوم
تنقول لهم ملي تعطيونا السياره ديالنا غادي تديو لكم دافري. كعطيونا 10 هاي قال لك باقي مساكين تيتسناو السياره اللي ما جاتش. وإلا قال لك الا جات عاد غادي الخجاع ديال بعاهم الزيره خدت له شي حديده لواحد اللي باقي حي الله يسر ليهم. وان شاء الله تجيو لافريك في بلادنا. اوكي على هاد الكوميكات وعلى هاد الفيديو تنقول لكم تشاو تشاو الله يجعل شي بركه اليوم. نتلاقاو في الفيديوهات الجايين تشاو تشاو. وتسنى واحد الفيديو غادي نحطوه غدا ان شاء الله فيديو على واحد البي سي جيمر مونطيناه غزال متوسط ولكن غزال. تبعوا معنا وديما تسناو الفيديوهات نتاع الجيمينغ ونتاع لي برومو ديال تنارا. هنا تقول لكم تشاو تشاو. وواحد المعلومه صغيره ان شاء الله من هنا لقدام غادي تولي تنارا جلوبال سميتها لاشين تنارا جلوبال يوتيوب غادي تولي سميتها تنارا تي في. السلام عليكم.